الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في النهائيات. خاض الشباب 24 نهائي فاز في 14 بنسبة تفوق 58%، والهلال ثانيا انتصر في 22 نهائي من أصل 38 بمعدل 57%، والاتحاد جاء في المرتبة الثالثة 17 انتصار من 33 نهائي بمعدل 51%، والأهلي خاض 33 نهائي فاز في 14 بمعدل 42%، وأخيرا النصر ب 28 نهائي فاز في 11 بمعدل 39%. كان هذا